ايتان اذا قراهما اي مذنب اذنب ذنبا الله سبحانه وتعالى يغفر له جميع ذنوبه معقوله ايوه مين كلام احد صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من؟ هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدحه في كثير من المرات حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرا القران غضا طريا فليقرا قراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود اللي هو اول واحد اول صحابي جهر بالقران الكريم على مرأة ومسمع منه من كفار قريش على الرغم أن هو يعني كان يخاف عليه من أذى قريش وبطش قريش إلا أنه أصر على أن يجهر بالقرآن فحاذ لقب أول من جهر بالقرآن الكريم سيدنا عبد الله بن مسعود أنا أعد مع الصحابة كده وأعد مع الناس وبعدين كما ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التوبة بيقول لهم لا إيه إني لأعلم آيتين في كتاب الله لا يقرأهما عبد أذنب ذنبا يصيبه ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. خلي بالك هو بيقول لهم أنا عارف آيتين اللي يقرأهم بعد ذنب أصابه وبعد كده يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ربنا يغفر له على التو واللحظة أو في التو واللحظة. فقالوا له أي آيتين في كتاب الله يا ابن مسعود؟ قال لهم لا مش هقولهم مش هقولهم كده على طول كده ما هو لازم نتعب شويه طيب افتحوا المصحف اقراوا يقراوا سوره الفاتحه ما فيش حاجه حتى يقولوا قرانا سوره البقره فلم يخبرنا ففتحنا وظللنا نقرا قراوا الفاتحه قرأوا لي البقرة فلم يصيبوا شيئا يعني خلصوا الفاتحة وخلصوا سورة البقرة وبرضو ما فيش ايه ما وصلوش للأيتين ولو حتى قرأنا سورة النساء سورة النساء في ترتيب مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود البقرة النساء ال عمران فلما وصلوا في سورة النساء عند قول الله سبحانه وتعالى الايه رقم 110 في سورة النساء اللي هي ايه؟ "وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّه" ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فسيدنا عبد الله بن مسعود قال لهم إيه؟ امسك هذه يعني دي اول ايه احفظها بقى وخليها عندك ايه رقم كام 110 من سوره النساء خلصوا سوره النساء ولسه ما ما جوش على الايه الثانيه فقراوا سوره ال عمران سورة آل عمران لما وصلوا عند الآية 135 وفيها يقول ربنا "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم" وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ يبقى ايتين احفظهم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى "ما يذنب عبد ذنبا فيستغفر الله" ويقرا هاتين الايتين ايه رقم 135 من سوره ال عمران، وايه رقم 110 من سوره النساء، اقرا الايتين واعمل بهما واستغفر الله عز وجل، وتب الي سبحانه وتعالى يغفر الله عز وجل لك. سيدنا عبد الله بن مسعود برضه في روايه تانيه كما في مصنف ابن ابي شيبه يقول ان في كتاب الله ايتين ما اصاب عبد ذنبا فقراهما ثم استغفر الله الا غفر الله له وقرا الإيه؟ الايتين سيدنا ابن عباس بقى ترجمان القرآن، شوف كلام كله من كلام الصحابة هو كما ذكر الطبري في تفسيره، ابن جرير الطبري بيقول ابن عباس يقول في قول الله: "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله"، الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. فمن اذنب ذنبا صغيرا او كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه اعظم من السماء والارض والجبال وجيت لربنا تتوب وتستغفره وتطلب منه يغفر لك يغفر لك تطلب منه يتوب عليك يتوب عليك الم يقل ربنا في القران الكريم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ألم يقل ربنا: واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عندما تذنب ذنبا صغيرا كان او كبيرا تب الى الله وقرا هاتين الايتين بتامل وتدبر وثقه ويقين واعمل بهما واستغفر الله يغفر الله عز وجل لك وان كانت ذنوبك اعظم من السماء والارض والجبال كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم امين اشوفك على خير